الله يحفظك السلام الطيب. الله يبارك فيك أخي. تحية السلام الطيب الكرطي فاعل الجمعوي الأستاذ مساند المدعيم. تحية كل الأحباب كل مكان. تحية لكم من هنا العرائش سيغش دائما من مدينتكم الجوهر الزرقاء العرائش. وانا كنشوف هادشي رجع هنا كنشوف الخير رجع وبقي لا حد هنا. حدو هنا اذا هنا يدي من هذا المكان هذا كاين والو. المهم فرص في البدايه ديال الشارع من الخطيب كاين ناس كتبيع وتشري هنا. تحرر هذا المكان كما كنقول لكم دائما شارع من الخطيب هو الذي يربط بين شارع بن نافع وساحة رحبة الزرع هو شارع بن الخطيب. ومن ساحة رحبة الزرع لتحت كيبدا شارع الحسن الثاني اللي حتى هو خاضع لهذا الشيء ديال الإخلاء. هانتوما هذا الشيء راه ما كانش هكا. هانتوما شوفوا غنديروا واحد الدورة هنا كما كتشوفوا مشطبة. حتى هنا هاد الشارع هنا دابا السيارات كيمشيو بأريحية. اتصالات المغرب ديال الجنان الباشا اللي كيقولوا هما ديال الجنان الباشا هي في شارع من الخطيب. الشارع كما ترون خالي تماما الا نادرا. والناس اللي كيقولوا خاص مولي الحوانات يخويو التروطوار وهي صعيب الحوانات صغار ولا خويو التروطوار وخصهم يخويو التروطوار. لكن كيبقى المحل عندهم صغير ضيق كيستغلوا ديك الفرصه. ولكن دابا كما درتيها مشكل. وما كينتفعوا من ديك الطرف ديال التروطوار بغالب الله. هذا شارع لابن عبد الله غير كيدي ما كيجيبش. مرحبا الزرع الساحة الشهداء. وهذا كما كتلاحظوا شارع الحسن الثاني حتى هو تم اخلاؤه. عمها كيبيع الزرع في شارع الملك ميمون رحيل مقابل سينما افينيدا. سنين طويله من شارع هذا شارع عاش دابا اللي بنا اللي رمم الدار ديالو راه سد على ديك علامه الاشاره. هذه كافي ريال مدريد. الساحه الغزاله باش نبقى في المحطه لا شيء يذكر. شوفوا معايا الخصة ديال المحطة. شوفوا الفن استحق دويرة هذه. شوفوا الفن هنا في كامبيغو تاكسي. ها هو مشى
التهديم إلى مقر الحزب الاستقلال. تقلنا لشارع محمد بن عبد الله محطة قديمة، هنا كانوا كيخرجوا الكيران واحد الوقت، من هنا كانوا كيدخلوا هاد العمارة اللي كتشوفوا قبل المحطة هيشان. هذه فيها الدكتور مرزوقي ديال الأنف والحنجرة والأذنين، راه ممتاز. كنظن هو الوحيد اللي كاين. فارماسي ابن خلدون مع التواصل قدر ساحة ماريستات أو ساحة قرويين. نشوف شارع عمر بن الخطاب هو هذا، عرفتوا هذا الشارع هذا اللي كيدير الجامعة الجديدة، كيدير النابص ويديك حتى الكورنا، شارع عمر بن الخطاب. هذا شارع الجزائر هو هذا. هذه زنقة فلسطين. باقين في شارع عمر بن الخطاب، وصلنا لصيدلية المسجد التي تجانب مسجد تشاد أو الجامع الجديدة أو مسجد الحسن الثاني. هذا الشيء شحال هو مخرب هنا، شحال هو مخرب هنا. هذا الشيء فارماسي المسجد هاي، شتوها باقيين في شارع عمر بن الخطاب. صالون دو بوتي، تحياتي 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 إخواني أخواتي، تحياتي لكل الأحباب في كل مكان. زنقة طهران، الله يكمل بخير. سير نظن احنا في النابص باقي. حلويات فواكه، شوفوا فين خرجنا، هذا المسجد ديال القدس من الصحراوي، الزنقة تاع عبد الرحمن الصحراوي. ها هي دار الشباب، الله يرحم السي العربي السحيساح مدير دار الشباب. ها هي دار الشباب، الله يرحمه ويوسع عليه. حتى هو مسكين الله يرحمه من الضحايا ديال هاد الوباء الذي حل بالأمة. غنختموها في بلاصه. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.